بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذا الدعاء للإخوة الإتراك الذين أصابهم الذلذال من مركز خاتم النبيين السودان. اللهم اغفر للمرحومين منهم، واجعل مثواهم الجنة. اللهم اخرجهم من تحت الإنقاض سالمين معافين يا رب العالمين، واشف الجرحى والمصابين. اللهم إنهم عبيدك، ادفع عنهم البلاء والبراكين والزلازل والمحن وجميع الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظ تركيا يا أرحم الراحمين، واحفظ المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. اللهم إنهم فقدوا أغلى ما يملكون، فطمئنهم يا كريم. اللهم إنا نسألك لهم العافية يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.